لاحظ الأعمال اليدوية في الآونة الأخيرة بتطوير ملحوظ في الأفكار وأيضا الخامات المصنوعة. رانيا شاووش درست ماجستير رسم وتصوير من جامعة الملك عبد العزيز وحبت مجال الأعمال اليدوية. الجميل في الموضوع أنها ابتكرت فكرة جديدة جدا لصنع الكروت المفتوحة وبطاقات الإهداء. تفاصيل أكثر والفن بالورق مع رانيا اللي منورتنا اليوم. مساء الخير رانيا. منورتنا حبيبتي، نور بيكم. ما شاء الله، وش هذا الإبداع اللي أشوفه عندنا بالاستوديو اليوم؟ يمكن فكرة الكروت والإهداءات يعني انتهت بعصر السوشيال ميديا أقدر أقول، ولكن تظل لها ذكرى جميلة جدا في قلوبنا. وأقول قبل ما نبدأ، أنا من محبي تجميع البطاقات على فكرة. أوكي، حلو. يعني عندي ألبوم بطاقات. ممتاز. تخيل. ممتاز. ففي البداية يمكن حلو لو نعرف عن شغفك في الأعمال اليدوية، وعادة هذا النوع من الأعمال يحتاج بال طويل جدا. يس. يس. فتكلمينا عنه. زمان ترى على فكرة أنا ما كان عندي رغبة بتاتا في الأعمال اليدوية قبل ما أتخرج من الجامعة. بس كل شيء في وقته يجي حلو. صح. بالنسبة لشغف الناس بالأعمال الورقية، ما أعتقد أن هذا الشيء حينتهي أصلا، يعني حيظل موجود حتى بوجود السوشيال ميديا والديجيتال بروجرامز. أنا من زمان عندي اهتمام في الكروت، زي ما قلتي أنت أنه أحب تجميع الكروت، أحب الهدايا، أحب الأشياء الشخصية اللي هي بتاخذ طابع شخصي. جدا. yes. فجاتني فترة سبحان الله 2015 لفت نظري في الانترنت ناس بتشتغل في الفن الورق. طبعا هذا الفن غالبا في أمريكا، في دول أوروبا، بس تحديدا أمريكا أكثر شيء بيدعموه، وفي مجال مرة كبير للتنوع. ففي شخصية كده هي يونانية، فضليت أتابعها. هي بتشتغل على المجلة الفنية اللي هي الأرت جورنال. صارت بتستخدم قصاصات ورق، بتستخدم ألوان، بتستخدم أحبار، أشياء تقنيات لونية جديدة ما هي موجودة عندنا حاليا. فأثارت فضولي، قلت ليش لا، أنا دائما أحب أجرب أشياء جديدة. بعدين بتاخذ وقت بسيط، يعني ممكن تاخذ منك ساعتين أو 4 ساعات في اليوم بالكثير. صادقة فعلا رانيا، يمكن فن الورق مو معروف كثير عندنا ومو مشهور كثير عندنا صراحة. زي برا، فخلينا نتعرف عليه أكثر منك. طيب، تحديدا شوفي، فن الورق عموما فيه يدخل تحته فن القصاصات اللي هو سكراب بوكينج، يدخل فيه الأرت جورنال اللي هو المجلة الفنية، بيدخل فيه الكارد ميكينج اللي هو صنع الكروت. وأكيد في فروع ثانية كثير، يعني هو ما هو شيء يدرس في الجامعات، هو هواية وشغف الناس توجهوا له برا وصاير منتشر كثير. فأدواته كمان مثيرة للاهتمام، يعني عشان تخشي في المجال وتعيشي تمام وتنتجي الشغلة باحترافية. يعني أنت لو لاحظتي البطاقات تحسيها مطبوعة، ما تحسيها مو مدحن في العمل بس. لا فعلا، يعني نحن حسينا أن في شيء في كروتك مختلف وما شفناه قبل كذا، فنبى نعرف ايش فكره هذه الكروت اللي تميزتي فيها. انا الفكره هذه يعني الحمد لله بتوفيق من الله، جاتني الفكره كذا في بالي انه انا ليش ما اسوي انستغرام واخلي الناس تستمتع بالفن اللي هو العمل اليدوي. العمل اليدوي عندنا بدا الان مؤخرا ياخذ مكان. صحيح. عند الناس. فقلت ليش لا، خليني اجرب. والله مشيت الحكايه والناس حبوه، which is يعني انا الشيء اللي اتمناه، حيكون مرة حاجة حلوة، الناس حتستمتع فيه. عندي رغبة كمان في توزيع الحب، يهمني أنه كل كرت يكون في كمية من الحب من المهدي ومن الصانع وللمستلم. أنا انصدمت صراحة أنه بكمية الحب اللي جاتني فعلا من الناس. يعني في ناس بيدخلوا على الخاص بمجرد بيدعوا لي أنه الله يوفقك، مرة شكرا على التغذية البصرية اللي أنت بتقدميها لنا. اتفاجأت صراحة انه ما شاء الله في محبين الاعمال اليدوية كثير. فتفضل. وكمان مو اي اعمال يدوية، يعني قاعدة اشوف اعمالك معانا على الشاشة ومن الكروت الموجودة عندنا بالاستوديو، فعلا لها طابع مميز ومختلف، وخصوصا انها هاند ميد، يعني معمولة باليد بالنهاية، وما نلاقيها كثير في الاسواق حتى لو دورنا والمكتبات ايضا.
ما حنلاقي نفس الشيء. والجميل في الموضوع انك انت ممكن تصنع ايضا الكروت اللي نحن نبغاها، صح؟ طبعا. يعني لو جيتك وطلبت ثيم معين لنوع كرت بالزبط. معين انت بتسويه بالضبط. في نفس بتيجي الوقت. تحكيني مثلا عن الشخص اللي حيستلم البطاقه، ايش شخصيته، ايش الوانه اللي يحبها، ايش الاشياء اللي يحبها الصغيره، ممكن الله، تكون قهوه، كوب قهوه، ممكن يكون يعني اشياء، ممكن هو يتصدم انه انت كيف شايفه الشخص هذا في البطاقه، وتحتفظي بهذه اللحظات السعيده مثلا قد ما تحاولي انك تحافظي عليه، لانه هو يعني يحتاج عنايه كبيره، ما ينفع انه تجي مويه عليه، ما يكون في يد الاطفال. يعني صارت لي حاجه فني، انه واحده رجعت طلبتني كرت قد سويت لها هو، اعيد لها هو ثاني عشان الكلب اكل الكرت. ف هذه يعني الحيوانات ما سابوا شيء. يعني لا، هو اي الواحد يعني يمكن غفلوا عنه شويه، ويعني المفروض انه يتحط في مكان عالي، ما يكون احد يمسكه بايده مبلوله، لانه بستخدم احبار وتقنيات لونيه كده حساسه شويه. فلازم الواحد يحتفظ فيها لانه ممكن تتلف او تتعرض للشقوق او او تنقطع. ايوه بس تنقطع. هي بالضبط. ترى نوعيه ورق، يعني ما هو الورق العادي، هي اكثر من الورق العادي شويتين كده، مخصصه لهذا العمل. حلو. طب مين الشريحه اللي بيطلبوها، وش اكثر ايضا المناسبات اللي تنطلب فيها هذا الكروت؟ غالبا اعياد الميلاد، الانيفرساريز اللي هي ذكرى الزواج، تهنئه بمناسبه الزواج. عيد الحب كان امس، كم كرت بعد؟ والله ما لحقت اسوي لاحد اي كرت بمناسبه يوم الحب، بس الناس يعني معتبرين الحب هذا يعني شيء اساسي في البطاقات حقتهم كلها، فاحنا كل بالضبط. ايامنا ان شاء الله حتكون ايام حب. ان شاء الله باذن الله. طب عاده كيف بتكون فكره التصميم اذا حابه انك تصممي هذه الكروت؟ هل بتكون يعني من افكار في خيالك؟ هل بتشوفي مثلا بتغذي بصرك وبتستوحي وتستلهمي منها بعض الرسومات والافكار؟ شوفي ما شاء الله في عميلات وعملاء مبدعين خلاص جاهزين بالفكره وجايين، ابغى هذه تحطيها هنا وهذه وتعمليها هنا، بس ساعديها مثلا في الخلفيه. وفي بعضهم لا، ما يكون عنده خلفيه كامله ايش الكرت بيطلع، ممكن يقولي على ذوقك. فانا اسال، عندي اسئله، في عندي نموذج حق الطلب، ارسل لهم هو، اقول لهم عبوا لي هو بالاشياء اللي انا احتاجها في البطاقه، خلاص بدل يعني اختصر وقت معاهم، فيعبوا لي اللي هم عارفينه، اللي ما هم عارفينه مثلا اتناقش معهم فيه. طبعا اوريهم الكرت قبل ما يتلصق، بعد ما اقصه، بعد ما ارتب كل شيء، اوريهم الكرت، اذا كان مناسب الفكره خلاص انفذها واسلمها. ما شاء الله تبارك الله. طب واضح جدا من الخامات اللي اشوفها قدامي ان هذه الخامات مو محليه، ابدا. فنبي نعرف انك تعبت للأسف. كثير عشان توفريها بالنهايه، فاعطينا جزء من هذه القصه وخلينا نتكلم ايضا عن الادوات والخامات الموجوده. شوفي، في عام 2016 بدات انا اجمع الادوات والاجهزه، طبعا كلها بجيبها من برا، غالبا من امريكا، شيء من اليابان، شيء من ايطاليا. حقيقي قعدت فتره لين ما كونت مجموعه جيده اعتبرها للانطلاق. فغالبا بجيب الخامات، طبعا كل ما تخلص علي بالذات الورق بجيبها برضو من برا. وما وكان صعب بالنسبة لك إذا خلصت توقفي فترة وبعدين ترجعي؟ والله أنا منظمة طبعا الموضوع شوية، إنه بحاول إنه قبل ما تخلص للنهاية أكون أنا حاسبة الوقت اللي كم حياخذ وقت عبل ما أطلبها وتجيني. ما شاء الله تبارك الله عليك رانيا، أنت مميزة جدا وفكرة الكروت رائعة. شكرا. نتمنى لك كل التوفيق فيها ويعطيك ألف عافية. الله نورتينا. يعافيكي. الله يعافيكي. تفضلي. إيش هذه؟ هذه هدية لك مني. الله، ثانك يو. تعبتي نفسك مره. لا شكرا. بالعكس، هذه شيء انا بفتحها بس عشان يشوفوها معي المشاهدين، لاني ان شاء الله كرت ايوه شخصيتي. يس، البرنامج شخصيتك فيها. لا يا جماعه لازم تشوفوها، رائعه، تجنن. لو فتحتيها حتوقف. الله، حبيت افتحها، اخاف تخرب. اعطيني بس دقيقه. اي كذا ولا لا 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 ثواني. تفضل. مرة حبيت فكرة الكرت يا جماعة. الله، رائعة جدا. هذه بطاقة الصندوق. مرة شكرا. العفو. اسمي والصور، وحبيت اللوجو والبرنامج. شايفين؟ رائعة جدا، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. نورتينا اليوم ومرة شكرا على الهدية الحلوة. العفو العفو حبيبتي. مرة حبيتها يا جماعة، مرة حلوة، رائعة.
احتفظ فيها أكيد. عندي. شكرا لك. العفو. مشاهدينا بكذا وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تواصلوا معنا على حساب البرنامج الظاهري على الشاشة ساعة شباب على انستغرام، منصتنا متاحة لجميع المبدعين والمبدعات، ونشوفكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، وأقول لكم في أمان الله.